لجنة الأمن والدفاع متابعة كل الأجهزة الأمنية، كل الأجهزة الأمنية، وهناك تغييرات طرأت على كل الوزارات باقتراح من لجنة الأمن والدفاع، باقتراحات من لجنة الأمن والدفاع للسيد رئيس الوزراء، لأن اليوم لجنة الأمن والدفاع أكثرهم اختصاصيين، يعني ضباط بهم، وحتى الإخوان المدنيين عندهم مشتغلين بالملفات الأمنية في محافظاتهم. طيب اليوم إذا نجي لتنظيم داعش الإرهابي، خلي نحكي واقع، من يصدر مذكرة اعتقال على مواطن فقير، نعم، الأجهزة الأمنية كلها تنفذ، لكن خلي نحكي على اللي كان يؤول داعش وصادر اليوم مذكرات إلقاء قبض عليهم ولا حد ينفذ. وين هذول؟ موجودين. إيه وين موجودين؟ موجودين بكل المحافظات. يعني حتى على هذول ما نحكي ونشخص بوضوح. لا أنا ترتب الموضوع، مو أنت. وين هذول؟ لا تحول. يعني هيك لا لا مجرد هيك أكوم. لا لا لا. بيا محافظة أنا موجودين. أنا أرد أوصل لك رسالة. بيا محافظة موجودين. موجودين بكل المحافظات. عجيب. والله موجودين. موجودين. وتعرفهم الجهات الأمنية؟ والجهات الأمنية تعرفهم. إيه. وقسم من الجهات الأمنية تروح. تتغدى يمهم وعلاقاتهم. اي نعم يؤون داعش. لا كانوا يؤون داعش، اللي كانوا يؤون داعش واللي كانوا يمولود داعش. هل معناته علاقة بين الأجهزة الأمنية حضرتك تتحدث؟ علاقات ليس الكل، وإنما جزء من الفاسدين في الأجهزة الأمنية، خلي أحكي لك بكل صراحة، لأن مستفادين مادة. وأتفهم أني بالتلفزيون ما تقدر تسميهم، بس ما أتفهم ما تقدر تستجوبهم. لا لا استجوبناهم، وقلنا قسم من عندهم وقسم راحوا وخرجوا من الوظيفة، وقسم جايين للاستجواب في الأيام القادمة. طيب علق لي وراح أعطيك موعد، وإذا تريد أنت تحضرهم تعال احضر وراح تسمع الحكي. موعد ما شنو؟ نعم استجوابات لضباط. أنت شنو إذا أنت جهاز استخباري وتروح للشخص اللي عليه معلومات أمنية؟ لأنه خلنا نحكي واقع، داعش قبل 10/6/2014 ما نعرفهم، بعد 10/6/2014 كنا نعرفهم،